بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس، والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. تحياتي للكابتن ايمن، نورنا كالعاده. الحمد لله، تحياتي لحضرتك وتحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء مرهوب كابتن علاء برحمان وكابتن هاني العجازي. نورنا كابتن. تحياتي لكل الساده طبعا المشاهدين. في البدايه مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الاتحاد. استاذنك بس قبل ما نكمل كلامنا مع حضرتك، دلوقتي عندنا كنا بنقول قبل الفاصل قفشه وحمدي فتحي الاثنين تقريبا من نجوم المباراه، نسبه تمريراتهم هنا 95% و95%، ولو عايزين نختار نجم للمباراه النهارده قفشه ولا حمدي فتحي؟ مجدي قفشه. مجدي قفشه. كابتن علاء. محمد مجدي. كابتن عادل. قفشه. كابتن هاني. قفشه. يبقى قفشه هو نجم المباراه اليوم. ونرجع لك تاني يا كابتن ناصر. تمام يا كابتن ايمن، بنقول طيب مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الاتحاد. مباراه طبعا الكل استمتع بيها، مباراه واداء لاعبين حاجه جميله جدا، نتمنى ان شاء الله باذن الله الكره المصريه في تقدم في الفتره اللي جايه. النهارده كابتن ايمن، قبل ما نتكلم على المباراه بنقول هل درجه صعوبه المباراه هل هي كانت صعبه ولا متوسطه ولا سهله؟ انت مع كابتن شريف، دي مهمة جدا احنا كحكام وكمقيمين لما نيجي نقيم الحكم بنشوف المباراة كانت صعبة ولا متوسطة الصعوبة ولا كانت سهلة. فأنا من خلال تقييم المباراة والنهاردة ومشاهدتي ليها، هي هذه المباراة مباراة تعتبر صعبة على سلم الترتيب. النادي الأهلي عاوز يوصل النهائي، النادي الاتحاد عنده نفس الهدف. نتكلم في الأحداث والاختبارات التحكيمية كابتن عادل اللي مر بيها طاقم التحكيم، دي برضك بتصعب من المباراة. بنتكلم في النتيجه بتبقى ماشيه 1-1 2-1، دي كمان بتبقى فيها صعوبه اكتر. النهارده هذه المباراه بتندرج تحت درجه الصعوبه العاليه. كان طاقم التحكيم اللي موجود النهارده محمد معروف الحكم الدولي، حكم من الحكام الواعدين الصاعدين، كان معاه على الخطوط الحكم المساعد الدولي المونديالي كان محمود ابو الرجال، المساعد رقم 2 كان سمير جمال. الحقيقه طبعا كانوا النهارده طاقم التحكيم بالكامل خاصه المساعدين كانوا امتياز. وعندنا الحكم الرابع طبعا كابتن عبيد السيد من منطقه الجيزه، ونروح لغرفه الفار حكم الصاعد الواعد الدولي محمود السوقي، وكان معاه محمد يوسف من منطقه الغربيه. طاقم التحكيم بالكامل كابتن عادل، بنقول الفار وطاقم التحكيم في الاون فيلد هم طاقم تحكيم واحد. يعني هنا لما في تعاون ما بنقولش الفار لوحده والحكام لوحديها، لا، الفار النهارده بيكمل الحكام والحكام بتكمل الفار. هنشوف من خلال الحالات التعاون اللي حصل ما بين الفار والحكم المباراه محمد معروف، ونشوف الحالات التحكيميه اللي موجوده. هنروح لاول حاله عندنا ونشوف هنا في تعاون. التعاون هنا بيجي من المساعد رقم 2 سمير جمال، الحقيقه النهارده عمل مباراه كابتن علاء مباراه رائعه خاصه في الهدف الثاني للنادي الاهلي. هنا بنشوف المخالفه هنا وبنشوف التكنيك الرايه للحكم المساعد سمير جمال. هرجع بس اللايف عشان اجيب سمير جمال وهو بيساعد الحكم في التعاون ما بين الحكم في الاخطاء القريبه كابتن شريف. تمام، هنا التكنيك بالايد الشمال والمخالفه، وده اللي احنا بنقوله دايما لمساعدينا انك انت تتعاون في لما يكون الحدث قريب منك. شوف هذه المخالفه هل تستحق بطاقه حمراء ولا بطاقه صفراء؟ نروح للاعاده بتاعتها ونشوف. لو عندنا الاعاده نشوف هنا، يمكن من خلال اللقطه الاولى ديت مش هتبان، نشوف اللقطه اللي جايه، وده احنا بنقيم يا كابتن العقوبات الانضباطيه هل في هنا استخدام قوه زايده ولا لا. مش هنا. اوكي، نمشي 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 نمشي، دي اخرها. يعني عاوز اقول ان هنا الخطا هنا بردك مش استخدام قوه زايده، ولكن هنا بنقول تهور والقرار قرار صحيح للحكم. نمر على الحالة اللي بعد كده ونشوف. ستوب. هذا اللاعب يا كابتن شريف، اللاعب هنا في موقف ايه؟ متى يعاقب؟ حالة التدخل. برافو كابتن عيني، أنا ما أقدرش كحكم مساعد أرفع عليه وهو في هذا المكان، ولكن برفع عليه إمتى؟ لما يتدخل في اللعب. طول ما هو في موقف تسلل، الوقوف في موقف تسلل ليست عقوبة. صح. تمام، ولكن امتى انا بعاقب اللاعب؟ لما يبتدي يتحرك، يتدخل في اللعب، يتدخل مع اللاعب المنافس. وهنا كان الحكم مساعد هنا، هنا ساب. هنمشي هنمشي. لما حس ان اللاعب اللي كان في موقف تسلل يتدخل مع اللاعب، هنا اشار بالرايه سمير جمال،
دي تاني حالة عنده، حالة التعاون، والحالة التانية كان امتياز في قرار التسلل. نمر ونروح نشوف الحالة اللي بعد كده، وحالة من الحالات المهمة جدا أيضا. أنا هنا يمكن هنا هنشوف في المخالفة كابتن، هل هنا في مخالفة كابتن هاني؟ مخالفة طبعا. نركز هنا ونشوف من الذي نجح في لعب الكورة. ديفندر. لا ارجع تاني. هنا الحذاء هنا باين يا كابتن واضح جدا. حسين اللي وقفها. حسين شحات لعب نجح في لعب الكوره. لا بس قبل. وبعد كده احنا قلنا اللي بينجح في لعب الكوره اي حاجه بتتعمل من مدافع بعد كده تاكلينج بتبقى صح. فيه مخالفه. هذه المخالفه يمكن كانت في بدايه المباراه، محمد يمكن كان بعيد شويه ما قدرش يوصل للتفاصيل، ولكن انا شايف ان هنا لو مشينا اللعب تاني وشفنا الاعاده اللي جايه. طب والفار ايه؟ هنا احنا قلنا الفار تدخل في ركله الجزاء او في الهدف او في التسلل، ولكن الاخطاء اللي هي خارج دي مش بتاعت الفار يا كابتن ناشئ. هنا خطا كان يجب احتسابه على حدود منطقه الجزاء كابتن ايمن، ولكن طبعا زي ما قلنا الاخطاء التحكيميه وارده، واحنا لازم كحكام احنا نوصل للتفاصيل مهمه جدا. هنا الكره دي ارتدت ودخلت علينا جول الناحيه الثانيه بفاول مبسوط زي ده كده، الفار مش هيدخل يقول ان كان في فاول نص ملعب حاجه زي كده. تمام، احنا قلنا كابتن شريف الفار بيتدخل في حاله هدف او مش هدف، ركله جزاء او مش ركله جزاء، بطاقه حمراء مباشره او الهويه المفقوده. لما يجي هدف من مخالفه يسبقه مخالفه زي ما حضرتك قلت كده الفار يتدخل، ولكن دي هذه المخالفه كانت خارج منطقه الجزاء وبالتالي هنا الفار ليس لها تدخل. هنا في مخالفه لم تحتسب على حدود منطقه الجزاء، ويمكن التفاصيل ما كانتش موجوده عند حكم المباراه. نروح للحاله اللي بعد كده. ايضا حاله من الحالات المهمه جدا جدا، ونشوف هل هنا بنتكلم على التسلل من عدمه يا كابتن علاء. لو جبنا الكاميرا اللي هي الجانبيه ونشوف هنا لحظه التمرير، نرجع بقى تاني كده ونشوف لحظه التمرير وموقف اللاعب. ما فيهاش تسلل هنا يا كابتن. لحظه التمرير ده هنا ولا هنا ولا هنا. تمام يا كابتن؟ مفيش. شوف حتى هو الخط. كمان اللاينز مان واقف خطوتين قدام يا كابتن. تمام كابتن ايمن الخط. تمام احنا قلنا كابتن ايمن عشان نجيب القرار كابتن هاني صح، الحكم مساعد يبقى عنده حاجتين، التمركز الصحيح صح. والربط والتركيز لحظه التمرير وموقف الايه التسلل. اوكي نشوف هنا طبعا يمكن خطوه قدام كابتن ايمن او خطوه ورا ممكن تفقد الحكم الربط لحظه اللعب، وبالتالي هنا شايف ان هنا كان يجب الاستمرار اللعب. حلو برجال حكم من حكام كبار جدا جدا، يمكن انا بقول ان هو تميز كتير في مباريات كتيره، يمكن دي يمكن اول حاله في هذا الموسم. دي لو جت جول كان ممكن يرجع للفار يا كابتن صح؟ بالظبط كده طبعا. هنا بنتكلم بقى يا كابتن ايه، هنا هو محمود هنا كمان احتفظ بالقرار شويه طيب، ولو جت جون وهو رفع على تسلل بنقف نستنى الفار يا كابتن شريف. بنقف نستنى ايه الفار اللي حصل في الاوفسايد اللي كان واضح جدا. بالظبط كده، والفار طبعا احنا قلنا الحقيقه المكانيه اللي هي ايه الخطوط صح. فهنا نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه جدا جدا، الصعبه جدا والصعبه جدا جدا، وهقول الصعبه وهنا ده كان دور الفار يا كابتن شريف. هنشوف الاول الحاله من هنا، تقدرش تقول ان في المخالفه، هل هي من جوه هل هي من بره، حكم كمان في الملعب يا كابتن عادل صعبه جدا صعبه جدا 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 انك انت الخط ده كمان ما تقدرش انت كحكم الا لما كنت واقف قصاده بالظبط عشان تقدر تحدد هل المخالفه جوه ولا بره. طيب هو هنا محمد معروف طبعا هنمشي الحاله، هو هنا احتسب ركله جزاء صح. تمام، واحنا قلنا دي الحقيقه المكانيه، يعني ايه الحقيقه المكانيه؟ احنا قلنا ركله الجزاء لما تيجي تتحسب الفار يتدخل، هل يسبقها مخالفه؟ هل هي من خارج منطقه الجزاء ولا من داخل منطقه الجزاء؟ ده دور الفار يا كابتن شريف. انا ممكن استاذنك في حاجه؟ اتفضل. انا بتفرج على الكوره دلوقتي سيسي وهو بيعدي بياخد، كان حمدي فتحي اللي معاه ولا ايمن اشرف بياخد ايمن اشرف بدراعه. تمام كويس، وبينزل بيه يعني. تمام. كمان وهنا بيطالب هو بضرب الجزاء او بيطالب بمخالفه، فحضرتك لما بنتكلم في المخالفه دي هو راح واخد الماكسيمم مدي ابص ايده
شفته عامله ازاي؟ تمام تمام. بياخد الراجل بايده عشان يعدي من الكره، ودي مخالفه بالنسبه لي انا كمشاهد. بالظبط كويس بالظبط. فهنا هو بيدي ديزيشن بينالتي. يعني هنا بقى الحاجات اللي من الواحد بيبقى قاعد بيتفرج عليها وما بياخدش باله من سرعه الحركه وكده، ان في فاول اصلا مقصود ومعمول على الاحمر مش للاخضر. تمام يا كابتن شريف. احنا بنتكلم في التفاصيل يا كابتن ايمن، واحنا قلنا دايما الحكام يا كابتن هاني من فضلك انت كحكم تبحث عن التفاصيل وما تاخدش بالشكل. بالشكل اكيد في خدعه هنا، هيبقى مره ليك ومره عليك، ولكن التفاصيل هتعرف في التفاصيل دي. عموما هي حاله من الحالات الصعبه، الخط يعني كان صعب للحكم، هو معروف حسب من جوه. هنا الفار يتدخل يا كابتن ايمن، لان دي حقيقه مكانيه. الفار يتدخل، لما راح للفار طبعا هو ما قدرش يستأنف ركله جزاء الا ما ياخد الكونفيرم بتاع ايه؟ كويس بتاع الفار. هنا الفار عمل كونفيرم وقال له لا ارجع كويس. المخالفه هنا كانت من بره، وقلنا حتى هنا لو في هنا ليا سؤال بقى يا كابتن بعد اذن حضرتك. اتفضل. القرار اللي خده في الاول هو مقتنع بيه ضربه جزاء. تمام كويس؟ تمام حلو. لما سأل الفار، الفار قال له هي مش ضربه جزاء، هي من بره. ليه ما راحش؟ كويس قوي. ليه ما راحش بقى للفار؟ برافو. وبص عليها من بره. برافو برافو. ليه اعتمد ممتاز. هنا اعتماد كلي بنسبه 100% على الفار. ممتاز، سؤال ممتاز. هرد على حضرتك كابتن. احنا قلنا الحقيقه المكانيه دي مش بتاعت الحكم. يعني ايه؟ طب كره عبرت خط المرمى ودخلت الملعب كويس، والمساعد اشار باستمرار اللعب، مين اللي يقول الكلام ده؟ ايوه خلاص الحكم المساعد ردت عدت عليه. بالظبط. يبقى الفار هو اللي بيشوف الحقيقه المكانيه يا كابتن، اللي هي داخل منطقه الجزاء خارج منطقه الجزاء. التسلل، ما دي حقيقه مكانيه. الحكم ما بيروحش يشوف تسلل ولا من عدمه، وبالتالي هنا الفار تدخله كان صحيح، قالوا الواقعه خارج منطقه الجزاء. هو دور الفار. ايوه هو ده كان دور الفار. أيوة. اعتقد محمود السوقي النهارده نجح بشكل كبير. كابتن عاصم الحاج. تمام كابتن عاصم. محدش يا جماعه، محدش يعني شاف الحاله دي قبل كده؟ محدش يعني. راموس لا، ايمن اشرف وبن شرقي الماتش اللي فات في 18 جوه 18 نفس الكوره بالظبط، بس كانت جوه 18. يعني انت موافقني في ان هو واخده بدراعه؟ طبعا بالظبط. هو كابتن احنا بنتكلم في كسب بقى من بينالتي يعملها. بنتكلم كابتن هاني بنتكلم في المخالفه، هل هي من خارج ولا من داخل؟ من خارج ولا من داخل؟ تمام. لا قصدي الموقف. انا بحيي كابتن عادل الفار. ليه؟ لو النهارده الفار مش موجود كابتن علاء، الحكم حسب ركله الجزاء محدش هيراجعه خلاص، هو ده القرار. وبالتالي هنا تحيه من الاستوديو هنا محمود السوقي ومحمد يوسف اللي هم كانوا على الفار، حقيقه كانوا مركزين جدا جدا. حاله من الحالات المهمه صعب. اللي احنا بنقول بتحقق العداله التحكيميه في المباريات. نروح للحاله اللي بعد كده كابتن سمير. دي مهمه قوي دي. هنا شوف التكنيك. هنا برضك هرجع لسمير جمال، يعني صراحه النهارده كان امتياز. حكم مساعد رقم 2، معلش ترجع لي كده تاني. شوف هنا كابتن، هنا بص التكنيك. اولا هو رفع بايده اليمين كابتن ايمن، انا كنت حكم طبعا، واشار ناحيه الخطا، وبالتالي هنا طبعا ادى المخالفه. ايوه وايده اليمين، هو كان قريب بايده اليمين عشان يدي كمان الاتجاه، وحاطط ايده على جيبه يا كابتن. بالظبط، هو حط ايده على جيبه عشان يطلع له الكارت. انا بحييك طبعا، عشان يطلع له الكارت عشان يدي الحكم ان دي فيها تقصير. مظبوط. ده التعاون يا كابتن اللي احنا بنتكلم فيها كابتن هاني. صح. ان الحكم مش هياخد كل حاجه، وانت كحكم مساعد لما بتشوف حاجه عندك بتستاهل البطاقه الحمراء او العقوبه الانضباطيه، اداله المخالفه وقال له كمان في ايه؟ في الانذار. هنا طبعا انا بحيي سمير جمال على هذه اللعبه، ودي لعبه من العاب التعاون النموذجي ما بين الحكم والحكم المساعد. كتير في الملعب يقول لك ان دي كابتن ايمن هنا فيها بطاقه حمراء. انت معايا؟ نشوف هنا اللعبه. الرجل لما بتروح والرجل تبقى في الهواء غير لما تكون ثابته على الارض كابتن ايمن. ايوه ثابته على الارض بتبقى القوه والسرعه جامده. دي كسر لما بتبقى متعلقه القوه بتخف والسرعه بتخف، وبالتالي هنا شايف ان التهور وانذار تستحق البطاقه الصفراء، وهمشي مع قرار محمد معروف. بس نروح للحلقه. دي تهور يا كابتن او تعمد ايذاء؟ لا احنا قلنا كابتن هنا ايه اللي خفف من وطئه اللعبه ايه؟ ان الرجل هنا مش ثابته كابتن ايمن، مش على الارض، ثابته على الارض بتبقى القوه والسرعه بتبقى اكتر من هنا اللعبه. كابتن انت الرجل متمجحه، بص على رجله الشمال كابتن. انا معاك. احنا بنتكلم في السيفيرتي الفاولز، شده المخالفه. انت معايا كابتن هاني؟ هنا لو الرجل هنا ثابته ورجلي دي رايحه انا همشي معاك ان هي كارت احمر بتختلف من مباشر. فاحنا عندنا درجه العقوبه الانضباطيه بتوقف على ايه؟ قوه والسرعه والاندفاع. اللاعب جاي من مسافه، الرجل رايحه في منطقه مش محميه، الرجل كانت ثابته على الارض غير الرجل بتكون متمرجحه، وبالتالي هنا في حاجه هنا يا كابتن، في حاجه هنا يا كابتن معلش بعد اذن حضرتك. احنا شفنا قبل كده وقعه لديانج
في كره شبه دي بالظبط اتطرد فيها تمام ماسك الجونه تمام انا معاك بنفس الاسلوب معاك هنا كابتن احنا بنتكلم فين في تقدير المخالفه من ناحيه شده المخالفه من ناحيه شده المخالفه ممكن هنا الفار هنا لو كان شايف الفار ان هي تستحق البطاقه الحمراء او احتمال البطاقه الحمراء كان يجب عليه ان هو في الكومنيكيشن يستدعي هو ده الانذار هنا انا بدي هنا انا بدي هنا اقصى درجات التهور وتقريبا هنمشي مش هنختلف معاه فيها زي ما قلت انا قناعاتي في اللعبه ان الرجل مش على الارض ومش ثابته كابتن ايمن وان القوه ما كانتش قوي ولا السرعه كانت قوي نمر ونروح للحاله اللي بعد كده انا مثيره للجدل دي بقى شوف الحاله الجدليه يمكن الحاله ديت كتير من الناس قالوا ان هي مش شكل ركنيه يا كابتن ايمن صح طيب احنا بنقول اخر من لمس اللعبه نشوف مين هو اخر من لبس اللعبه من خلال اللقطه اللي جايه مهمه جدا وهنشوف هنا ادي هنا ادي الرجل اليمين هي ده اخر من لمس اللعبه وهنشوف تاني الزوم اللي معمول هنا هنا القرار وحتى صحيح وحتى لا ما اعترضش يا كابتن نصر اطلاقا لا ما اعترضش خالص عارف انت دايما قلت حاجه مهمه جدا ما فيش اي اعتراض خالص يعني طبيعتنا احنا لو انا مش لامسها هتعصب وكده بالظبط هو وعلي بياخد الكوره في اللقطه دي ما فيش اعتراض خالص بالظبط هو اللاعب عنده القناعات ان هو اخر من لمس الكوره وبالتالي ما اعترضش يعني بص علي هو هنا الكوره خلاص هو هنا البعض قد يعتقد ان الكره ما لمستش المدافع ولكن هنا اخر من لمس الكره هو يحسب لعلي هنا السبرنت اللي عمله ركله ركنيه صحيحه كان هناك في دفع او مش دفع ولكن احنا بنقول هدف صحيح يا كابتن ايمن لان دي جاي من كوره ثابته وهنشوف كمان المساعد الثاني هنا القرار في احتسابه للهدف نشوف الحاله هنا خلاص احنا اتاكدنا ان الكره اخر من لمس الكره هو المدافع نادي الاتحاد نشوف كمان صحه الهدف كابتن هل هي كان هناك تسلل ولا ما كانش فيه حاله من الحالات المهمه ونشوف طبعا هنا مش حتبان هنا من الزاويه ديت مش حتبان يا كابتن ايمن ولكن من الزاويه الجانبيه هنا لحظه التمرير هنا واحد هنا كمان مغطي اهو نشوف هنا كله مغطي يا كابتن هنا بص هنا الراجل طالع من تحت وهناك كمان يا كابتن ايمن مفيش حد من الاحمر سابق حتى ولو بجزء هنا كمان الحكم المساعد سمير جمال تاني بقول طبعا هنا الخط هنا باين بص وهنا اللاعب هنا كابتن هاني البعض قال ان حمدي كان تسلل ولكن انا بقول كمان هنا الحكم المساعد كان امتياز وهنا الفار ده الفار هنا كمان بيشيك على هدف كابتن ايمن أيوه. الفار هنا بيشيك هل هنا كان هناك تسلل ولا ما كانش هناك تسلل ولكن طبعا الحكم المساعد سمير جمال بشيد بيه للمره الثانيه وبقول ان ده هدف صحيح للنادي الاهلي طبعا كان هدف الثاني وبالتالي مهم جدا ان يكون الهدف صحيح بشكل عام طبعا معروف الحكم الدولي مع طاقم التحكيم محمود ابو الرجال ومع سمير جمال ومع الحكم رابع عبد السيد مع كمان الفار النهارده كابتن النهارده كان تدخله تدخل صحيح في الحالات وده اللي احنا بنقول عليه الفار النهارده حقق العداله التحكيميه لكلا الفريقين اتمنى ان تدخل الفار في المباراه القادمه يكون بنفس النموذج اللي احنا شفناه النهارده مباراه النادي الاهلي وبتمنياتي للتوفيق للتحكيم ان شاء الله الموسم اللي جاي موسم كبير اتمنى التوفيق ان شاء الله للتحكيم وللجنه التحكيم ممكن سؤال يا كابتن كده بره الماتش النهارده اتفضل دلوقتي احنا عارفين ان الحكم لما اللعيب بيبقى اوفسايد وبيشوط الكوره في الجون بياخد انذار تمام دلوقتي انت ممكن تشك الاوفسايد او مش اوفسايد فانت لعيب ممكن لازم تجيبها جون زي جون مروان محسن مثلا ممتاز. في الوداد ماتش الوداد طب سؤال كابتن علاء بس يكون معانا وكابتن شريف اللعبه دي السؤال ده مهم جدا هو كابتن عادل بيتكلم انا دلوقتي هاخد انذار ولا مفيش انذار بيتكلم انا الحاله تسلل مثلا وهو اللاعب شاط هو الحاله كانت تسلل او الحكم ادى بطاقه صفراء صح ايوه المفروض طيب. ما يديش بقى خلاص طب هقول لك على حاجه تاني اوقع كمان وهاكد كلامك تمام كابتن علاء مهوب النهارده مهاجم وراح حط هدف تمام وراح قلع التيشيرت تمام الفار بيشيك على الهدف ايوه الهدف اللي جابه كابتن علاء كان هدف من تسلل ما اتحسبش ياخد البطاقه الصفراء ولا ما ياخدش دي انت قولها لنا انا بسالك بقى سؤال اهو قولها لنا دي اهم من اللي انت حضرتك بتتكلم فيها ايه بقى كابتن تاني كابتن علاء مهوب جاب هدف ما ياخدش وفرحته بالهدف قلع التيشيرت او تتلغي الانذار يتلغي علشان الفرحه الحدث اتلغى لا تمام لا نسمع هو اصلا اوريدي التصرف خاطئ بالظبط تصرف سواء جه جول او ما جاش جول تصرف خاطئ
لازم يعاقب عليه قانونا بانذار. بحييك كابتن ايمن، انا بحييك ليه؟ لان هنا احنا بنتكلم كابتن في لحظه حكم كان حكم وحكم متميز. اشكرني بعديها بقى كابتن ناصر. كابتن بشكرك تاني بسم الله ما شاء الله. احنا قلنا اللاعب يجيب هدف هنا عندما يحتفل احتفال عادي مفيش مشكله خالص، ولكن عندما يقلع التيشيرت او يغطي وشه بيه او يروح يطلع على السياج الجمهور او يعني يبقى في فرحه مبالغ فيها كابتن علاء، هنا يستوجب انذار هذا اللاعب. وبالتالي زي ما قلت ان اللاعب جاب هدف، وبعدين بعد كده لقينا ان الهدف كان تسلل، هو قلع التيشيرت، لا يجب الانذار، والانذار هنا ما بيشالش كابتن. انا دلوقتي ممكن اضيع وقت في كل كوره واقول استنى الفار، يعني اروح اشوطها واجيب جون واضيع وقت والحاجات دي، اقول استنى الفار. واحنا قلنا الفار مش كل الحاجات يا كابتن عادل بيتدخل فيها، الفار هنا طبقا للبروتوكول هناك عناصر محدده بس الفار هو الذي يتدخل فيها. زي ما قلت يعني النهارده تحكيم مر بشكل كويس، ليس هناك اخطاء تؤثر في نتيجه المباراه. اتمنى التحكيم المصري ونتمنى للجنه الحكام المصريه في الفتره اللي جايه ان هم مزيد من التفوق مزيد من المستوى. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. اشكرك كابتن ايمن، بشكر ضيوفك الكرام. شكرا يا كابتن ناصر. شكرا يا كابتن ناصر، نورنا دايما. وبنهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لكاس مصر، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1. الف مليون مبروك للنادي الاهلي وعقبال المباراه النهائيه ان شاء الله. بنشكر نجومنا الكبار اللي امتعونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم شاكرين جدا، الف مبروك كابتن ايمن. شكرا، الف شكرا كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر. مستنينكم في النهايه ان شاء الله وتكسب. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن علاء ميهوب شاكرين جدا، نورتنا. بشكرك ايمن، وان شاء الله نبارك في النهايه يا رب ان شاء الله. كابتن هاني العجيزي نورتنا، الف شكر. ربنا يخليك يا كابتن، مبروك للنادي الاهلي وعقبال الثلاثيه ان شاء الله في يوم 5 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.